أعزائي المشاهدين، في جولتنا الجديدة هنقدم فيها كل ما هو جديد، فرق بين الماضي والحاضر، صحفيين، أعضاء مجلس الشعب، عربيين، فنانين، كل مواطن مصري هيتكلم هنا في برنامج علشان نعرف الفرق بين الماضي والحاضر. سلوى الششتاوي مع إيم السيد في الدولة الجديدة. أعزائي المشاهدين، هنا في قناة الدولة الجديدة مع أول ضيف معنا. وعدناكم اللي احنا معنا صحفيين وإعلاميين وفنانين وسياسيين، وأول ضيف معنا النهاردة أتعرف بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك مهندس أشرف. أهلا بسيادتك يا فندم، نورت الدنيا. أنا سعيدة بجد أن حضرتك معنا النهاردة في البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك. ممكن تكلمنا شوية عن المشاريع الجديدة والكباري والمشاريع للرئيس السيسي افتتاحها في البلد؟ هو الحاجة اللي أنا هقولها للناس ويمكن الكل ملاحظها، موضوع السرعة الرهيبة في المشاريع، إقامة المشاريع أو تنفيذ المشاريع. زمان كنا بنقول الخطة الخمسية، يعني المشروع يقعد 5 سنين. كان كوبري 6 أكتوبر ده قعد سنين طويلة، وبيبقى هو مشروع واحد بس بيتعمل وبياخد وقت والناس بتبقى فرحانة بيه. لكن النهاردة المشروع مفيش 3 شهور وبنلاقي الكوبري طلع، سنة وتلاقي الكوبري ده طلع والكوبري ده طلع، فبقى فيه سرعة في التنفيذ عجيب الشكل، وده شيء مبهر. ومش أنا اللي بقوله، كل الناس لما بتيجي تتكلم سواء في التلفزيون أو في العربية أو في المواصلات أو في الشارع أو في أي مكان، في الكافيهات في غيره، بيقولك الكوبري ده طلع إزاي، الكوبري ده طلع بسرعة، ده كان مش عارف إيه وكده. فبقى فيه سرعة رهيبة بين صدور أو تنفيذ المشاريع من قبل والنهاردة في الدولة الجديدة. طيب يا باشمهندس، حضرتك انت شايف ان المشاريع دي بتعم على الدولة كلها ولا في القاهرة الكبرى بس، وبتشوف التوسعات دي في جميع المحافظات ولا ايه؟ طبعا المشاريع دي في كل المحافظات، وبصفة ان انا راجل مهندس ترميم وبطلب في معاينات في انحاء الجمهورية، في بني سويف والمنيا والفيوم، المنصورة، البحيرة، اسكندرية، في كل المحافظات قائمة المشاريع، وكلها في وقت واحد وكلها توسعات وكباري. يعني مثلا في بني سويف مثلا معمول كوبري محور كبير، اتعمل ربط بين الشرق والغرب، وتنفذ بسرعة رهيبة جدا، يعني خد تقريبا في حدود سنة. وكمان كوبري داخلي جوه المحافظة برضو خد سنة، وربط بين منطقة ما بين والسكة الحديد. في المنيا نفس الكلام، في الفيوم اتعمل كده، في الشرقية كنت في معاينة من حوالي مثلا 6 شهور، وجيت اعمل معاينة تاني لقيت نفسي تهت، حتى الابليكيشن اتلخبط، فبسبب ان في اماكن اتقفلت واتفتحت، ولقيت نفسي ماشي في طريق واسع جديد لسه اول مرة اشوفه. بكلم الناس هناك وبقول لهم انا عايز اوصل للقرية الفلانية، قالوا لي ما هو ده الطريق بس اتوسع. فالاسكندرية مثلا يعني على مثلا شارع 45 وما بين الكورنيش هيتعمل هناك نفق، النفق ده بدل ما الناس كانت بتطلع من شارع 45 وتعمل يوتيرن من بعيد ويعمل ازدحام للشوارع اللي بعد منها، لا الكلام ده هيتلغي، واللي هيطلع يطلع من نفق يخش شمال. غير كمان ما هي دي بتفيد الناس، في حاجات كمان ترفيهيه اتعملت، زي مثلا الكورنيش عامة سواء في بني سويف أو في القاهرة والجيزة أو في المنيا، اتعمل توسعات في الكورنيش، واتعمل كورنيش جديد على أساس أن ده يبقى ممشى ويبقى معمول فيه مسرح، ده بقى حاجات ترفيهية للناس. باش مهندس، حضرتك شايف مصر قدامها تبقى شكلها ايه؟ هو الناس النهاردة فعلا بتبقى متضايقة، مش عارفة أوصل المشاوير بتاعتي. ده سببه ان انا مثلا لما بروح مثلا ارمم شقة بتاع عميل مثلا عندي، انا مش بروح اسعدهم، انا بروح اضايقهم، لان طبعا بطلعهم من الشقة وبيغيروا خط سير الولاد بتاع المدرسة او الحضانة، اللي كانت بتستخدم المطبخ بتاعه مش عارفة تستخدمه، اللي مش عارف يستخدم الحمام بتاعه، الدنيا عندهم اتوترت. ليه؟ علشان انقلهم من مرحلة ان كانت الشقة مثلا هيحصل فيها انهيار مثلا او فيها مشاكل جامدة، الى ان الشقة رجعت لوضعها الطبيعي. لو حتى بنشطب مثلا شقة ولا حاجة زي كده، الناس بتترك برضو مكانها اللي عايشة فيه، وبنشطب ترجع
تنبسط وتقدر تستخدم الحاجة بتاعتها تاني. النهاردة نفس الكلام، المشكلة ان المشاريع كلها قائمة في البلد مرة واحدة. فتلاقي بقى الكوبري مختنق، الشارع ده مختنق، الطريق ده مختنق، مش عارفين نمشي، مش عارفين نطلع، يقولك انزل، لا انزل من على الدائري، طب تحت ده مقفول كده. لكن الكلام ده بعد المشاريع دي ما تخلص مرة واحدة كلها، الناس هتبتدي تحس بالفوقان زي ما بيقولوا كده، هيبتدي بقى حاسس في سلاسة جري. حتى في كباري الناس بتنتقدها النهارده، بيقول لك طب هو عمل الكباري بتاع مدينه نصر دي ما لقاش اي لازمه. لا، مش شرط المشروع انه ينفعك النهارده، بعد سنتين ثلاثه يقول لك تتصدق فعلا لو ما كانش اتعمل الكوبري ده كان المشكله دي هيحصل لها كذا. ففي حاجات بتبقى ما بتتشافش في وقتها، لكن هي بتبقى مشاريع مدروسة. وبعدين اللي درس المشاريع دي مش الرئيس، اللي درس المشاريع دي مش الحكومة، اللي درس المشاريع دي مهندسين بيخططوا المشاريع وبيقدموها، وليه حق الدولة ان هي توافق عليها وما توافقش. فطبعا لولا انهم لقوا ان المشاريع دي هتنفع الناس وهتفوق الناس، لولا ان المشاريع دي اتعملت. تحب مش مهندس تنصح زمايلك في الهندسة برضو كمهندسين يعني بايه؟ والله اهم حاجة انا عايز اقولها للمهندس بالذات، انه بيعمل اي مشروع يحس ان هو بيبني بيته هو. شوف لما يجي واحد يبني بيته يبنيه ازاي. اول حاجة انه يبنيه بضمير، يبنيه كويس قوي، ما يعملش حاجة تغضب ضميره، مش تغضب ربنا، تغضب ضميره هو اولا، لان لازم الواحد يبقى صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الناس. نمرة اتنين، انه يشوفه هو بيعمل الحاجة دي اقل تكلفة فيها ايه، لان الموضوع مش موضوع ان انا اعمل مشروع وبس، لا، اعمل مشروع اللي اكبر كفاءة واقل تكلفة. سعدنا بجد بوجودك معنا النهاردة ونشكرك جدا. في نهاية حلقتنا بنشكر الباشمهندس وشرفتنا واسعدتنا، وبشكر الاعلامية ايمي. شكرا، سلام عليكم، وان شاء الله في الحلقات القادمة من تطور لتطور في الدولة الجديدة. شكرا يا فندم.